نقل عظمة هذه الثورة طبعا وما ينتظر العالم العربي من تحدي. نوفمبر تاع 54 استرجعنا من خلال السيادة الوطنية. نوفمبر الحالي اللي نتكلم عليه باش نحافظ على السيادة الوطنية، باش نحافظ على الاستقلال الجزائر، الاستقلال السياسي والاستقلال الاقتصادي. لما الرئيس اختار باش الجامعة العربية الدور نتاعها تنعقد في الجزائر بالموافقة نتاع كل البلدان العربية، الرئيس اختار اليوم الاجتماع نتاع اختار أول نوفمبر باش يربط مصير الأمة العربية مع نوفمبر. القضية الفلسطينية احنا كجزائريين فخورين بالموقف نتاعنا من البداية حتى للآن، لا عمرو تغير الموقف نتاع الجزائر. والإخوة الفلسطينيين لما توحدوا عنا وتلاقاوا لهنا ومضاوا التصريح نتاع الجزائر كانوا بالطالعين بدقة على التجربة نتاع الجزائر. قال حنا كنا أحزاب منظمات وأحزاب وكل واحد عنده رأي، كل واحد يشوف الاستقلال على ما يشوف هو. قال لما اتحدنا، لأن الستة لما اجتمعوا كلهم ولاة الحركة الوطنية، ولكن لما أخذوا القرار وتخلوا عن الهوية السياسية نتاعهم